احنا طبعا عمالنا بنتمتع به. هاي بوزة قلعة طرابلس شوفها عشان هيك. قلعة طرابلس صراحة اقول لكم شغلة، احنا اقول شغلة لو سمحت، قديش بنلف وندور بالشار او دبي صراحة، يعني مش بس دعاية مسوي له، بس احنا من اول ما جينا على الامارات واحنا بناكل من قلعة طرابلس، يعني هذا الكلام صار له هلا 14 15 سنة بصراحة، دائما بوسطه رائع جدا، نفس المستوى وطيب جدا وزاكي ومستكة فيها ممتازة جدا، يعني بوزة عربية أصيلة. نورة شو رأيك في الموضوع؟ كويسة؟ ممتازة جدا. طب دوق لقمة هيك وأنا شكله هشوفها هيك. أيوة. أنا بكلها حتى هيك. الله. طب أنا بوزتي حتسيح، أنا إيش أعمل؟ أيوة هيك. بعدين لما نخلص هيك لفوق نمشي نستخدم معلقة. طب يلا برافو، يلا مع السلامة. طب يلا تصبح على خير، نتمنى لكم ان شاء الله الجميع صحتين، بوزة مشكلة هاي. يعني اوكي مع السلامة. ممتازة. ديليشس. قلعة طرابلس في الشارقة. كان معكم علا خلف. كان معكم علا خلف من قلب الشارقة، شارع جبل عبد الناصر، من قلب القلعة. نعم، مع السلامة.